خطورة المرحلة شهد فيها المغرب مجموعة من الأحداث المؤلمة التي تدعو إلى التأمل ومسلسلا متواترا من الصدمات والفضائح العجيبة والغريبة التي تدعو إلى الأسف، وكلها أحداث وفضائح أزاحت ورقة التوت عن عورة الحكومة وأسقطت الأقنعة المزيفة المتراكمة على وجهها وبدن العيال العجز المزمن الذي يشل عددها والهشاشة التي تنخر في جسمها. واتضح للرأي العام الوطني والدولي بالصوت والصورة طريقة اشتغالها المتخلفة، واتضح حجم السخرية التي جلبتها لنفسها، وكانت أول حكومة نجحت في عولمة السخرية حين وصل أوج عبقريتها إلى حد الاعتقاد أن طول الكراطة كافي وكفيل بمواجهة السيول المطرية التي رحم الله بها عباده. تماما كما كانوا يعتقدون ويؤمنون أن طول اللسان بالتشهير والإشاعة والدعاية الكاذبة والإساءة للشرفاء والتطاول على المعارضة وقيادتها كفيل لوحده بحل مشاكل البلاد بكاملها ودفع جميع الأخطار المحدقة بها.